القضيه زادت هبطت يعني وقاش ما تمشيش لا الناس ما كان الغلا كان بنا تيخذ الناس كان ياخذ مي كان الغلا كان ياخذوا الناس بالعكس الحمد لله بخير الحمد لله السوله رخيص يعني ولينا كنعبروا نص كيلو د مطيشه كيلو جوج كيلو يعني كان موسى اما شحال هذه كنغلا ما كياكلوش خويا مطيشه كانت ب 30 فرنك تقريبا دابا مطيشه ولات ب 80 درهم حتى ل 100 درهم بطاطا كذلك كانت ب 4000 3000 5000 ولات دابا 18 100 درهم طاحت تقريبا تولوت بالنسبه للبصله كانت عاوتاني بواحد الثمن عاوتاني ولات ب تقريبا ولات ب 5 درهم تقريبا الكيلو شحال كانت وصلات؟ كانت وصلت 10 درهم حتى 13 درهم دابا تقريبا النص طاحت النص فيها بزاف البطاطا كذلك حتى هي كانت تقريبا 4000 5000 ديال الصندوق لا الكيلو نهضروا الكيلو حتى المواطن الكيلو كانت 260 حتى 15 درهم دابا شحال وصلت؟ ولات تقريبا 6 درهم 5 درهم حتى 4 درهم وبالنسبه دابا الشراء والاقبال ولا اكثر من اللي كان؟ لا بالعكس القضيه زادت هبطت يعني وقاش ما تمشيش لا الناس ما كان الغلا كان بنا تيخذ الناس كان ياخذ مي كان الغلا كان ياخذوا الناس بالعكس وحد دابا الناس بحال تخلعت حتى الخضره ولاو ما بقاوش يديروها الناس كاع خلعت دابا تسوق تقريبا سيمانه ولا هذه يلاه كتكمل تقريبا واحد اربعه صنادق ولا خمسه في سيمانه ما كتكملوش كتصدق حتى فلوس ما كتجمعهاش بديك السلعه تقريبا النص تيتباع كي هذا والنص تيتسيب الناس ولات تسخف من الخضر بقاوة الاثمنه كتخاف حتى الانسان تيجي تيخاف حتى من الخضره كيتم دايز حدا كيخاف منها ودابا طاحت تقريبا قسمتين دابا ولات تقريبا نص بنص تحت الخضره والجلبانه كاينه من 180 حتى 10 درهم الحامض كاين من 7 درهم حتى 6 درهم وخلاص الخيار تقريبا 7 درهم 6 درهم الخيار السلام عليكم انا معكم مصطفى الخضار مدينه مكناس شوف اي زوبه اللي بغا ثمن ممتاز عطينا فكره على الاثمنه مثلا البصل كل شيء البصل اللي غاليه 8 دراهم بحال مطيشه رقم واحده هي 5 دراهم برومي هذه بديطاي 100 درهم بديطاي راه السوق هذا الخيار حتى هو ب 10 هذا ب 5 هذه ب 7 دراهم فلفل فلفل الخضر مزيان ها هي كان هذا الكورجيت هي مزيانه ها هي 8 دراهم فريش كان هذا الزازر 6 دراهم ها هو يعني الثمن مزيان الحمد لله كان شحال هذه في الغلا كانت السلعه قليله شويه ما كاين خروج دابا الحمد لله الحمد لله السوله رخيص يعني ولينا كنعبروا نص كيلو د مطيشه كيلو جوج كيلو يعني كاين موسى اما شحال هذه كان الغلا ما كياكلوش وبالنسبه للمواطن المواطن دابا مرتاح الحمد لله كان تيدي يعني كان تيدي حبه دابا تيقول لك عبر نص كيلو هذا اللي ما عندوش نعم يعني ولا اقبال لا الحمد لله بعدا يعني كيلو نص كيلو جوج كيلو كاينه ما شحال هذه ما كيشري لا حبه لا جوج انا قسم بالله القسم الا جيت لعبر مطيشه كانت تسوى 12 درهم ولا 14 درهم قفات عليها السيده بقات واقفه قالت لي عبر لها ولدي مطيشه انا بكيت من داخل المقلبين ديت لها قلت لها بلاش هي ديه بابو كنطلعوا لها كريكه لقاو صندوق 40 فرق 35 فرق قاسم عاد صاير دابا الحمد لله الخضره موجوده دابا كنتمناو حنا الله يرحمنا بشي رويه مزيانه الله يرحمنا بشي رويه مزيانه واخا الفلاح راه تيبيع بهذا الثمن حتى هو الله يرحمه بشتيوة مزيانة باش يبيع بهذا الثمن مزيان الحمد لله كاين إقبال ويجي هذه البوابة إن شاء الله سيدنا رمضان بغينا نتمناو هذا الثمن يبقى غادي هكا مستمر هنا الحاجة جوج دراهم ثلاثة دراهم أي بطاطا كاينة جوج دراهم عندنا مطيشة جوج دراهم كاينة ديال ثلاثة دراهم لأن المواطن كاين باش يقاد الأمور مع وليداته أما شحال هذه ما كنا كنشوفوا منه جالسين دابا الحمد لله كندخلوا مارشي كريو الخضار موجودة على من مقلتي كتلقاه ولي كان كيجي عندنا كيدي حبه جوج حبه وحده كنقول لك انا كنقسمك بالله القسم تيجي بنادم تيقول لك عبر لي حبه وحده كاين الناس اللي ما عندهم ما عندناش كنا ما عندناش عندنا الرحمه الله تعالى وتبارك حنا راه ما عندناش حنا عندنا الخير في السلعه تكون رخيصه باش تخرج باش تباع باش نجيب صندوق ما تيجي يبقى لي هنا سيمانه وجوج سيمانه تنضيع فيه ما كيتباعش دابا الحمد لله راه شويه بعد الامور كاينه مزيانه اسيدي وكنشكروا الوطن ديالنا والله يرحمنا بالاستواء وعاش الملك عاش الملك نصره وشفينا الله وحدنا هذا الوطن ديالنا راه حاسدين على هذه الخيرات الله اللي فيه اللهم لك الحمد والحمد على كل حبي خير الحمد لله.